نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم. وطبعا احنا كلنا ايدينا في ايدين بعض كمجتمع اقوى، ونقدر ان احنا نقضي على فيروس كورونا ونتغلب على هذه الازمة اللي مش بس موجودة عندنا في مصر ولكنها ازمة عالمية. مطلوب مننا مزيد من الاحتياط، مطلوب مننا مزيد من الاجراءات الاحترازية اللي احنا كمواطنين نتخذها علشان نقدر ان احنا نتغلب على هذه الازمة. وطبعا كل في مكانه بيعمل بجد واجتهاد لتخطي هذه الازمة. لو احنا بنتكلم على ادارة الازمة في الدولة المصرية، فطبعا بنرفع القبعة ونقدم كل الاحترام والتقدير للقائمين والعاملين على ادارة هذه الازمة. وخلونا كمان نقدم التحية والاحترام لاطباء مصر الأجلاء وعلمائها اللي بيشتغلوا بجد واجتهاد لاكتشاف هذا الفيروس والتعامل معه. النهاردة بيسعدنا ان احنا يكون معنا الأستاذ الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات جامعة الزقازيق. صباح الخير يا دكتور. أهلا وسهلا. وأهلا بحضرتك معنا دكتور. طبعا حضرتك منورنا النهارده في مصر. أهلا. جميله. أهلا. وعايزين نتكلم اكتر على طبيعه فيروس كورونا. يعني احنا اعتقد انه العلماء بيقوموا بدورهم بشكل كبير ومتميز من خلال الابحاث والمجهود والدراسات. ونعرف الساده المشاهدين علشان نقدر ناخد احتياطنا. تمام. هو طبعا احنا بنمر باسوأ ازمه صحيه تواجه العالم كله، أضخم حجر صحي منذ التاريخ. طبعا فيروس كورونا عبارة عن عائلة كبيرة بها طبعا أفراد كثيرة جدا. هناك ثلاث سلالات اللي هي بتضر بالبشر، طبعا من ضمنها طبعا كورونا سارس سنة 2002، وده قتلت 9% من مصابيها. وبعدين كورونا شرق المتوسط اللي هي طبعا قتلت 35% من ضحاياها. النهاردة احنا بنواجه كورونا ثانية، كورونا المستجد، كورونا فيروس المستجد. طبعا هذا الفيروس له خصائصه. هذا الفيروس ان هو اللي هو المشكلة الكبيرة جدا ان هو سريع التحور، سريع الانتشار، كذلك ان هو بيصيب الانسان في فترة الحضانة، ودي مشكلة كبيرة جدا. حتى قالت منظمة الصحة العالمية ان هو يصعب احتوائه لانه بيصيبه في فترة الحضانة. ناهيك ان هو ده غير طبيعه الفيروسات الثانيه، خلاف ان هو اذا المشكله مش كده وبس، ده هو وجد علميا ان ربع مرضاه لا تظهر عليهم اعراض، برغم ان الفيروس موجود هنا وموجود هنا ربع. فهذا الامر وجود ان هو بيعدي فتره الحضانه، ان هو ربع مرضاه لا تظهر عليهم اعراض، هنا قالت منظمه الصحه العالميه من الفيروسات التي يصعب احتوائها، ودي مشكلة انتشاره الرهيب في الدول العالم. الحاجة الثانية طبعا ان هو محاط بغشاء دهني. هذا الغشاء الدهني اللي هو بيحميه، وده من نعم ربنا على الانسان. ليه بقى؟ ان الغشاء الدهني ده يصعب ازالته بالمية والصابون. لذلك طبعا انا يمكن بقول من ضمن الحاجات اللي انا بشوفها في كمواطن مصري الافراط في استخدام الكحوليات والسبيرت وما الى غير ذلك. كل واحد شاري الإزازة بعد غلت بقى ب 35 جنيه دلوقتي، شاري إزازة طول ما قاعد. طبعا ده كلام، احنا بنقول ان الماء والصابون يغنيك عن الكحول. احنا طبعا الكحول بلا شك كويس جدا. لسه كنا بنتكلم في الفقرة السابقة يا دكتور. نعم. عن الإفراط في استخدام الكحول والآثار الجانبية اللي بالزبط ممكن تصيب الإنسان، من حساسية، تشقق الجلد، من تورم الجلد، من حتى يصل إلى حرق الجلد ذات نفسه. انت يعني هو بيشتري الحاجات دي عشان يضر نفسه. انت طبعا يعني المية والصابون تغني عن هذا الامر. ولو حتى طبعا انا ممكن اخرج من البيت اروح عملي شريطة ان ما المس الفم والانف والعين. وغسيل اليد طبعا يبقى لما ارجع البيت تاني مثلا. ده من ضمن خصائصه اللي هو الغشاء الدهني اللي هو قلنا الأوبالو اللي هو موضوع الميه والصابون. غسيل الايدين بالميه والصابون. غسيل الميه والصابون شريطة ان 20 ثانية. وغسيل اليد، مش غسيل بقى كده هون فهلاوة كده وخلاص. لا نغسل كويس ونوصل الميه والصابون لكل مكان. لا شو لازم تخلل. منظمة الصحة العالمية قالت 10 حركات. طبعا اول حاجه طبعا من قدام، بعد من ورا، وبعدين كذا، وبعدين الضوافر وهكذا حتى ازاله كامله. انه يزيل ماء وصابون، تزيل كل الفيروسات وليس قتلها، عشان برضه ما نقولش ان احنا من الخصائص الثانيه لهذا الفيروس ان هو
يعني احنا قلنا شريعة انتشار، شريعة تحور، ومن ضمن صفاته برضه كذلك ان هو بينتقل للبلاد اللي هي طبعا يعني ان هو الحرارة بتأثر عليه، انه ينشط شتاء حيث وجود الرطوبة ودرجة الحرارة منخفضة، وينخفض وينحسر صيفا. يعني هو احنا كنا بنقول للطلبة ايام زمان ان هذا الفيروس ينحسر، يعني يصل الى ذروته شتاء وينحسر صيفا مع ظهور الصيف، وكل اعتقد كل الامراض التنفسية اللي هي الفيروسية تنحسر صيفا مع ظهور الصيف. ولكن طبعا هناك بعض العلماء قالوا والله لا ان هذه مراهنة خاسرة، ان يعني ما ده رايهم. في الصيف في بعض الاحيان الواحد بيجي له برد، وفي مثل شهير برد الصيف احد من السيف، بيبقى شديد. لا يعني قصدي اقول لحضرتك ان يعني انا بقول لا ينقطع، ولكن يعني حده الانتشار تقل. يعني بقول احنا ذروات ذروه ذروه ذروه، لا ده بينحسر يعني بتكون ادنى مستوى. هذا راي العلماء. والراي الثاني قالوا والله هذا رهان، يعني ما رهان خاسر، ما تأملوش من الحاجة بأن نكون في الصيف كذا كذا كذا. لكن أنا مع الرهان اللي هو إن شاء الله الصيف قادم، وكل وإحنا النهاردة بدأنا نشم بشاير الخير، يعني في إيطاليا، فرنسا، أمريكا، بريطانيا، وفي مصر كذلك القمة بتنحسر، يعني كل مدى في الانحصار، فهذا شيء يعني مبشر بالخير أن كلما قدم الصيف إن شاء الله يكون برضو صفاته ويعني حاجاته أحسن ويكون انحصاره أكتر إن شاء الله. يعني إن شاء الله. دكتور برضو سمعنا عن بروتوكولات العلاج الموجودة عالميا، ومنها يعني سمعنا أنه في البروتوكول المصري الخاص بعلاج فيروس كورونا طبعا، وثبت فعاليته بشكل كبير، وأنه بعض دول العالم ومنها أمريكا أقرت هذا البروتوكول في علاج فيروس كورونا. من خلال العلم والدراسات لما بندرس هذا الفيروس نقدر نوصل للنتائج على طول، ونقدر نوصل للنتائج الخاصة بكيفية القضاء على هذا الفيروس. مع العلم طبعا كلنا عارفين انه مفيش انتيبيوتيك بيقضي على الفيروس، لا ولكن في بعض التركيبات، بعض العلاجات الخاصة بالفيروس اللي بتقلل من حدة الفيروس، ان لم يكن بتصيبه بالشلل او بتصيبه ان هو ما يقدرش يغزو الخلية كشيء طبيعي بالنسبة له. احنا عندنا بالنسبة للعلاجات الكلوريكين اللي هو طبعا امريكا يعني يعني بتطبقه عندها، واخيرا بعد يعني برضو دراسات المانيا قالت والله برضو ان الكلوريكين شيء طيب وكويس، وطوروا من صناعة هذا العقار ان هو ببساطة جديدة ان الفيروس على فكرة اتطور وتحور وبقى له أظافر بل له مخالب. بمعنى يا دكتور؟ بمعنى أنه هو في نهايته بيكون في بعض الجزيئات الدهنية، الجزيئات البروتينية، هذه الجزيئات البروتينية اللي هي بتهيئ له الوسيلة أنه هو يلتصق بالخلية اللي هو أولى خطوات العدوى. ما أولى خطوات العدوى احنا خلاص دخلنا بقى في الجد بقى. فطبعا هذا الكلوريكين يمنع التصاق، يمنع هذه الزوائد البروتينية، الجزيئات البروتينية من التصاق بالخلية، فبالتالي تمنع عدواه وبتقل منه. إلا كذلك بتحول الخلية، سائل الخلية من داخل إلى حامضي حتى لا يستطيع لا يصلح لتكسره، تكسر الفيروس داخل الخلية، ومن هنا نجحت هذه القضية. طب أنا عايز أسأل حضرتك على مراحل الإصابة بالعدوى، يعني يعني تحور الفيروس داخل جسم الإنسان، أو إزاي بيشتغل الفيروس داخل جسم الإنسان إلى أن يصل لمرحلة أن هو يصيب الإنسان والشخص يبقى قابل كمان أن هو يصيب الآخر. أنا أتكلم كلمة بس على العلاج برضو، أن له مضاعفاته، يعني يعني أرجو من الناس ما ينفعش حد يجتهد في العلاج، يعني دكاترة هم خلصوه من الأجزخانات. لا عادش. فطبعا بياخدوه، يعني الحقيقة هو في ناس أضيرت فعلا وانتهت يعني من هذا الأمر. احنا دخلنا في المستشفيات الناس بياخدوا علاج ما هوش لهم اللي هو كلوريكين وقضوا عليهم. فطبعا المفروض تحت إشراف الطبيب داخل المستشفى عشان نشوف قلبه ونشوف أعضاءه هل يستحمل ما استحملش، هل إنه هو يعني يلزمه هذا العلاج أو ما يلزمهوش. وخاصة إن المستشفيات المصرية على أهبة الاستعداد لاستقبال ما شاء الله طبعا يعني الحالات، يعني ربنا الصحة يا رب يقينا شر ازدحام المستشفيات. وزيرة الصحة يعني في كل الأنحاء
وفوق عن ذلك تحرك من القيادة السياسية، تحرك هائل جدا جدا ليرى القضية بنفسه، رئيس الوزراء كذلك. فطبعا دي حاجات كلها يعني معنى ذلك كل المستشفيات متأهبة تأهب كامل للخط. بالنسبة لي سريعا يا دكتور لأن الوقت انتهى، بس نقدر ناخد موضوع سريعا. نعم، الفيروس بيدخل عن طريق الفم وبعدين بيمشي في طريقين. الطريق الأولاني أنه هو بيلتصق بالحلق وخمس أيام بينزل القصب الهوائية وينزل في بينزل في الحواصلات الهوائية. الحاجة الثانية اللي بعد كده لأنه ممكن يخش هذا الفيروس من أجرأ الفيروسات وأشد الفيروسات، أنه يتخطى الحاجز، أكبر حاجز مناعي في الجسم اللي هو فم المعدة، ولذلك بنتليه أول نتليه طبعا موجود في الجهاز الهضمي. أول مصاب أمريكي احنا عزلنا الفيروس منه من البراز بتاعه، ومن هنا كان الحكمة من غسل اليدين غسل جيد، دورة المياه الأكر بتاعتها الحرص عنها، اللعاب معدي عشان برضه نكون في الصورة. من هنا طبعا الموضوع السلام من بعيد والتقبيل وما إلى غير ذلك، طبعا اللي هي مبني على اساس ان الفيروس بيخش الجهاز الهضمي كما بيخش الجهاز التنفسي. صحيح. نعم. وطبعا هنا خلينا نقول ما ينفعش حد يشرب ورا حد، لانه يعني احنا بنتكلم انه بلاش عشان اللعاب معدي. فانما ممكن في الاسره الواحده ممكن ناس تبقى قاعده بمنتهى البساطه يشربوا ورا بعض. انا عايز اقول كلمه صغيره برضه في منتهى الخطوره. اولا بدانا في الانحصار، هذا الانحصار اسميه نجاحا، نجاحا للقياده اللي هي اداره الازمه، اللي هي من التدابير الاحترازيه اولا اللي هي الفوريه، لا اقول سريعه ولكن اقول الفوريه، واللي هي التي والشموليه والاكتشاف المبكر للحالات. هذا الامر مهم جدا جدا، ناهيك عن هو اخطر حاجه ويساوي 70% من نجاح العمليه اداره الازمه، اللي هي العزل الذاتي او العزل التباعد الاجتماعي او التباعد الحاجات دي كلها. طبعا ده مهم جدا، مسافات الامنه ما بين المسافات الامنه. العزل الاجتماعي. شكرا يا دكتور. انا بشكر حضرتك. الاستاذ الدكتور احمد شاهين، استاذ علم الفيروسات جامعه الزقازيق، شكرا لحضرتك واهلا بحضرتك. شكرا جزيلا. نشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهارده، وان شاء الله بكره اللقاء يتجدد مع حضراتكم، ومصر دايما جامعه.